السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد وفي معلومه جديده. بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت 5، منهج الصف الخامس الابتدائي، الترم الاول 2025 من كتاب جيم الاضواء. بنكمل يونت 4 الوحده الرابعه، ليسونز 4 اند 5 الدروس الرابع والخامس من كتاب جيم الاضواء. هتلاقوا شرح المنهج بالكامل في قائمه التشغيل في صندوق الوصف اسفل الفيديو، فما تنسوش تعملوا اشتراك للقناه ولايك وشير عشان يوصل لكم كل جديد. ونبدا مع بعض. رايتنج كتابه، بروجكت مشروع، بيج 156 صفحه 156. لسن اند سي استمع وقل. من فوكابلري مفردات رئيسيه، ايكو ريزورت، ايكو ريزورت منتجع بيئي، وايلد لايف، وايلد لايف الحياه البريه، ايكو لوجيس مساكن بيئيه، ايكو لوجيس. excellent ممتاز، excellent. fascinating جذاب او ساحر، fascinating. eco holiday، eco holiday اجازة بيئية. fantastic رائع. hiking، hiking يعني التنزه او جولة على الاقدام. hut كوخ او منزل صغير. extra vocabulary كلمات اضافية، طابة مدينة طابة، valley وادي، like يعني مثل، وتيجي بمعنى يحب، لو جت فعل بمعنى يحب جت حرف جر بمعنى مثل، رير نادر، environment البيئة، نواميس قرية نواميس، راوند يعني دائري الشكل، كامبس معسكرات، ستراكتشر بناء أو هيكل، مين هيدنج عنوان رئيسي، بيرفكت يعني ممتاز أو مثالي، لوكال كالتشر الثقافة المحلية، لوكال كالتشر، كومفورتبل مريح، ايكو ديستنيشن وجهة بيئية، المكان اللي أنا بقصده، مكان مثلا سياحي مثلا بزوره، ايكو ديستنيشن. ايكو توريزم سياحة بيئية. ماونتن جبل، نوبيان ايبكس الوعل النوبي، فريندلي ودود، هيستوري التاريخ، فيليج قرية، بيلدينجز مباني، اكتيفيتيز انشطة، فلاير نشرة اعلانية، سب هيدنج عنوان فرعي، سب هيدنج عنوان فرعي، في من هيدنج عنوان رئيسي وسب هيدنج عنوان فرعي. واندرفول رائع. ايكو فيليج قريه بيئيه. كول رائع. ايكو فريندلي يعني صديق للبيئه. تصريف الافعال، في افعال منتظمه لما بحولها الماضي بحط لها مقطع ثابت، كامب كامبد هنا اي دي، دايف دايفد هنا دي، advertise advertised هنا دي عشان اخرها ايه، stay stayed هنا الواي قبلها حرف متحرك، اسيب الواي زي ما هي واحط اي دي. بيج 157 صفحه 157، expressions and phrases تعبيرات وعبارات، good for good for يعني جيد لي، works well يعني تعمل جيدا، works well. there is lots in يوجد الكثير في، their way of life طريقه معيشتهم او طريقه حياتهم، talk to them about بتكلمهم عن، example of مثال على، have a meal with تناول وجبة مع، for a great holiday لأجازة رائعة، 6000 year old عمرها 6000 سنة، take part in يشارك. definitions التعريفات، an eco destination الوجهة البيئية، يعني ايه الوجهة البيئية؟ is a place هو مكان، you are going to انت هتروحه، which is good for the environment جيد للبيئة مفيد للبيئة، this is because ده لأنه people there look after the environment الناس هناك بيعتنوا بالبيئة. important sentences جمل مهمة بتساعدني في كتابة الباراجراف. طابة is an excellent example طابة مثال ممتاز of ecotourism للسياحة البيئية in Egypt في مصر. the local people السكان المحليين are very friendly ودودين للغاية. there is نواميس في هنا نواميس، ايه نواميس يا ترى؟ A village of round very old buildings مباني قديمة مستديرة جدا، مباني قديمة جدا مستديرة، دي قرية. ايكوتورستس السياح البيئيون ان طابة كان انجوي دايفنج بيقدروا يتمتعوا به، الغوص هايكنج التنزه اند كامبينج والتخييم انشاء المعسكرات او الخيام. ايكوتورستس السياح البيئيون كان ستي ممكن يقيموا ان كامبس في معسكرات، اند ايكولوجيس والمساكن البيئيه. ريمبر تذكر، ايكو يعني ايه ايكو؟ بيئي means relating to the environment معناها ليها علاقه بالبيئه. هنا ايكو توريزم تبقى السياحه البيئيه، ايكو فريندلي صديقي للبيئه، صديق للبيئه، ايكو فيليج قريه بيئيه، ايكو ديستنيشن وجهه نظر بيئيه او وجهه بيئيه، مكان بيقصدوا السياح المكان ده كل حاجه بتحافظ على البيئه، ايكو ديستنيشن. ايكولوجيز ايكولوج مسكن بيئي، ايكو ريزورت منتجع بيئي، ايكو تورست سائح بيئي، يبقى كلمه ايكو يعني بيئي.
بيج 158 صفحة 158 رايتنج كتابة طابة ماي فيفورت ايكو ريزورت طابة المنتجع البيئي المفضل لدي لوك اند ريد يعني انظر واقرأ واي از طابة جود فور ايكو توريزم ليه طابة جيدة للسياحة البيئية هنا بيقول ايكو توريزم السياحة البيئية ان ايجيبت في مصر طابة is an excellent example هي مثال ممتاز of a part of Egypt لجزء من مصر where ecotourism works well حيث السياحة البيئية بتعمل بصورة جيدة you can find valleys تستطيع أن تجد أودية mountains جبال desert صحراء and the sea there والبحر هناك you can find fantastic wildlife تستطيع أن تجد حياة برية رائعة in طابة في طابة like the Nubian ibex زي الوعل النوبي and rare birds وطيور نادرة This is very good for the ecotourists. ده مفيد جدا للسياح البيئيين because they can go عشان هما بيقدروا يروحوا and enjoy the environment ويتمتعوا بالبيئة. The local people السكان المحليين are very friendly ودودين جدا. So لذلك the ecotourists السياح البيئيون can have a meal ممكن يتناولوا وجبة with them معاهم or talk to them أو يكلموهم about their culture عن ثقافتهم. If you like history لو بتحب التاريخ there is lots in طابا يوجد الكثير في طابا there is نواميس في قرية نواميس a village of round very old buildings هي قرية مكونة من مباني قديمة جدا مستديرة they are fascinating هي ساحرة ecotourists السياح البيئيون in طابا can enjoy diving ممكن يتمتعوا بالغوص hiking التنزه and camping والتخييم they can stay in camps ممكن يقعدوا في خيام أو معسكرات and ecologists ونزل بيئية you can find everything تستطيع أن تجد أي شيء in طابا في طابا for a great holiday لقضاء أجازة رائعة page 159 صفحة 159 project مشروع look انظر read اقرأ and notes لاحظ A flyer advertising the eco holiday in طابا يعني نشرة إعلانية عن عطلة بيئية فين في طابا perfect ecotourism in Egypt السياحة البيئية المثالية فين في مصر هنا جيب لي مجموعة من الدعاية أو النشرات الدعائية enjoy the local culture يعني تمتع بالثقافة المحلية visit نواميس زور نواميس a 6000 year old village قرية عمرها 6000 سنة meet the local people قابل السكان المحليين talk to them كلمهم about their way of life عن طريقتهم او عن اسلوب حياتهم stay in our comfortable huts stay in our comfortable huts يعني ابقى او قيم او اقعد في اكواخنا المريحه they are cool and eco friendly هي رائعه وصديقه للبيئه enjoy the wildlife تمتع بالحياه البريه come and see تعال وشوف the most fantastic wildlife in Egypt أجمل أو أروع حياة برية في مصر We have wonderful fish عندنا سمك رائع Birds tour and animals حيوانات Take part in شارك في exciting activities الأنشطة الشيقة You can hike ممكن تتنزه Swim تسبح and dive وتغوص Page 160 صفحة 160 تدريبات على الدرس الرابع والخامس Choose اختار اختياري Ecotourists السياح البيئيون in طابا Can stay in camps and ecologists ممكن يقعدوا في معسكرات أو نزل بيئية The local people السكان المحليين in طابا are very friendly ودودين جدا There is نواميس في قرية نواميس A village of round very old buildings هي مكونة من مباني قديمة جدا مستديرة نقط helps people learn about new cultures من اللي بيساعد الناس يتعلموا عن الثقافات الجديدة tourism السياحة I saw wildlife animals شفت حيوانات برية in طابا في طابا like the nut and rare birds زي النوبين ايبكس والطيور النادرة نقط enjoy hiking and camping من اللي بيتمتعوا بالتنزه والتخييم تبقى ايكو توريستس السياح البيئيون there are many coral هتبقى ريفز في الكثير من الشعاب المرجانية in the Red Sea في البحر الاحمر you can not part in exciting activities you can take part in تستطيع ان تشارك في الانشطة الشيقة السؤال الثاني اكمل القطعة بالكلمة you can have perfect ecotourism in Egypt تستطيع أن تقضي أجازة سياحية بيئية مثالية في مصر. You can enjoy the local, تبقى the local culture. تستطيع أن تستمتع بالثقافة المحلية. And visit نواميس وتزور نواميس. It is a 6000 year old village. هنا القرية التي تبلغ 6000 سنة عمرها حوالي كام؟ 6000 سنة. You can meet the local people. تقدر تقابل الناس and talk الناس المحليين and talk to them وتكلمهم about their way of life عن طريقتهم في الحياة come and see تعالوا وشوف the most fantastic wildlife
أروع حياة برية فين؟ في مصر. We have wonderful fish، عندنا سمك رائع. Birds طيور and animals وحيوانات. السؤال الثالث قطع عليه أسئلة، نقرأ القطع ونترجمها ونحل الأسئلة. طابة is an excellent example of a part of Egypt، طابة مثال ممتاز لجزء من مصر. Where ecotourism، حيث السياحة البيئية. Works well، تعمل بسهولة جيدة. There are many activities، في الكثير من الأنشطة. To do in طابة، تقدر تقوم بها في طابة. Tourists can hike in the mountains، ممكن السياح أن يتنزهوا في الجبال. And valleys، والأودية. They can swim، ممكن يسبحوا. And dive، ويغوصوا. In the sea، في البحر. They can also camp، ممكن يعسكروا. And stay in ecologies، ويقوموا في نزل بيئية. They are cool and eco-friendly، جميلة وصديقة للبيئة. The wildlife is fantastic، الحياة البرية رائعة. In طابة، في طابة. There is the Nubian ibex، في الوعل النوبي. And many rare birds، والكثير من الطيور النادرة. That live there، بتعيش هناك. If you like history، لو بتحب التاريخ. Visit the Naomis، زور قرية ناوميس. It is a village of round very old buildings، هي قرية مكونة من مباني قديمة جدا مستديرة. Choose، اختار. The general idea of the text is about، الفكرة العامة للنص هي عن ايه في طابة؟ احنا اتكلمنا عن ايه في طابة؟ عن ecotourism، عن السياحة البيئية. اتكلمنا عن السياحة البيئية فين؟ في طابة. Tourists can not in the mountains and valleys، في الجبال والأودية. هقول السياح بيقدروا ايه؟ هل دايف، يغوصوا؟ لا. سويم، يعوموا؟ لا. بلاي، يلعب؟ لا. هايك، يتنزهوا او يتمشوا. بيج 161، صفحة 161، وباقي أسئلة القطعة. What is ناوميس، ايه هي ناوميس؟ هقول it is a village، هي قرية. Of round very old buildings، من مباني قديمة جدا ومستديرة. Summarize the text in two sentences، لخص النص في جملتين. هقول you can visit many مثلا beautiful places، ممكن تزور أماكن جميلة. In Egypt، طابة is a good example، مثال جيد. where ecotourism، السياحة ايه؟ البيئية. works well، يبقى اي تلخيص يوضح المعنى. works well، works ايه؟ well. السؤال الرابع رتب. ecologists are cool and friendly، tourists enjoy the environment، بيتمتعوا بالبيئة. in طابة، فين؟ في طابة. tourists can stay in ecologies. ناوميس is a historical village in طابة. السؤال الخامس علامات ترقيم. you can hike، camp، swim and dive. you can hike، camp، هنا ما بين الفعلين كوما، وهنا كوما موجودة، وهنا كوما واند، يبقى بمعنى و، بدل ما اكتب اند بحط كوما في النهاية فول ستوب. وايز طابا جود فور ايكوتوريزم، ليه طابا؟ طابا تي كابيتال، اسم مدينة، وده سؤال بادئ بواي، يبقى علامة استفهام. السؤال الأخير، اكتب باراجراف من 30 كلمة على ماي فيفورت ايكو ريزورت، مصيفي البيئي المفضل ليا، أو منتجع البيئي المفضل ليا. هكتب العنوان في نص السطر. ماي فيفورت ايكو ريزورت، هسيب مسافة أول سطر. هقول هنا طبعا وير، أين؟ طابة، في ايجيبت، الحياة البرية، نوبيان ايبكس، رير بيردز، اكتيفيتيز فور ايكو توريستس، دايفنج، هايكنج اند كامبينج. دي حاجات بتساعدك في كتابة الباراجراف. هسيب مسافة، هقول ماي فيفورت ايكو ريزورت از طابة، هي مدينة طابة. It is in Egypt، في مصر. You can enjoy، تستطيع أن تستمتع. The wildlife، بالحياة البرية. Like Nubian ibex and rare birds. You can
go diving ممكن تمارس الغوص, hiking التنزه, and camping والتخييم in it فيها. يبقى دي الفكرة. كده يبقى خلصنا الدرس الرابع والخامس. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة ولايك وشير عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.